إيمي سمير غانم تكشف رجوع أيتن عامل لطليقها محمد عز الهرب، ومصادر صحفية تنفي الخبر. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة أيتن عامر رفقة طليقها محمد عز العرب وإيمي سمير غانم، الأمر الذي دفعهم للتساؤل حول حقيقة عودة الحياة الزوجية بين الثنائي لطبيعتها. نشرت الصورة عبر حساب يحمل اسم وصور إيمي سمير غانم، في حين أكدت مصادر صحفية أن الصورة قديمة، والأخبار المنتشرة عن عودة أيتن عامل لطليقها ليس لها أي أساس من الصحة. وبالكشف عن الحساب الذي نشر الصورة اتضح أنه حساب مزيف، وكانت قد حذرت إيمي سمير غانم جمهورها من التعامل معه، مؤكدة أنه لا يمت إليها بصلة وأنه يستخدم اسمها وينشر أخبار ومعلومات عنها غير صحيحة. وكانت إيمي قد نشرت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي صورة للحساب المزيف وعلقت عليها قائلة: ده مش أنا، ده فيك في الفيسبوك، والناس بتصدق إنه أنا، وللأسف بيكتبوا كلام غريب عن لساني، وأنا ماليش في السكة دي أصلا، أعملوا بلوك للصفحة دي من فيسبوك شكرا. ويشار إلى أن الحساب الرسمي لإيمي سمير غانم يتابعه 25,000 فقط، في حين أن الحساب المزيف يتابعه 154,000 متابع. وبعد محاولة إيمي السيطرة على الحسابات التي تطلق اسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كتب المسؤول عن الحساب المزيف في خانة التعريف الخاصة به بأنها صفحة محبي الفنانة إيمي سمير غانم. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة حياتي، تحية أصل الثقافة ومعلومة. تابعونا.